اللي بتعملوه في البلد دلوقتي ده مش هيعدي. يعني في حي الأسمرات في فيديو منتشر، شاب جه أمين شرطة قال له أمك، قال له أبوك، راح جاب قوة. أنا أقول لمن يشاهد هذا الفيديو إذا كنت ضعيف القلب ما تشوفوش، أنا هحبس الصوت بس هوريكوا بلطجية الشرطة. بص بص بص، ده ضابط جاي، المفروض إن هناك ده ضابط جاي يسلك، جاي هو جاي على راس قوي يشوف إيه اللي بيحصل. بص بص النطرة دي، الواد مات فيها، مات خلاص خلاص. دول بقى بص بص بيجرجر ذبيحة يا ولاد الكلب. يعني لو كانت ذبيحة مش هتعملوا فيهم كده، عشان بس تبقى فاهم انت مش يعني ده صوت وصورة، ده بني آدم مصري جاي ظابط. بص اتنين امناء شرطة ولا حاجة، واد الظابط اهو، وبص الصور دي كلها احتفظوا بيها للتاريخ. احتفظوا بيها للتاريخ لانها صور قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد. هي دي البلد؟ يعني بتتكلموا في ايه بقى؟ يقعد يقول لك الاخوان واخوات، لا ده انت في طار بايت بينك وبين الشعب. الرمم دول، الرمم دول مش لا هيروحوا محكمه ولا حاجه. لا خلاص هيروح محكمه يقول لك بص العسكري بتاع الجيش واقف يقول له ما تعملش كده، بص الواد مات لانه انت قطمت رقبته، ما انا عارفش حصل له ايه بقى عشان الرباعي مات. الضابط جاي بدل ما يعمل الشغلانه، الشاب رايح له بيقول له يا فندم حضرتك جاي عشان تسلك ولا تحوش ولا بتعمل ايه؟ ده بتعمل ايه؟ بص الضابط جاي فارد عضلاته على الشعب. بص بص الولد قال الصوت بقى هنا بعد اذن حضرتك في الجزء ده. لو تلاقوا حد يلمهم كانوا دول هم اللي يبقوا مضحين، لان انت هنا مش شرطه جاي تقبض على حد. انت بص بيعمل ايه؟ بص بص خد الولد ازاي؟ ده خد الاولاني فكه على التاني، بص التاني بقى عملوا فيه ايه؟ بص 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 هوب، بص كسر رقبته، بص بلطجي فتح صدره بلطجي. ده لا يمكن يكون شرطه يا جماعه، دي لا يمكن تكون دوله يا جماعه، ما تألفوش في الكتب والتاريخ. يقول لك عبد الفتاح السيسي بيبني دولة، دي مش دولة، دي بلطجة، دي مردخانة، دي أي حاجة إلا إنها تكون دولة، ودول أي حاجة إلا إنهم يكون شرطة. مش ممكن مش ممكن، ده كلام فارغ جدا ولن يؤدي إلا إنهار هذه السلطة وزوالها وعما قريب. لا يمكن. أهو ده لا إخوان ولا أخوات، والست بتقول له يا عم حرام الواد مات يا جدع، ولا حاجة خالص أبدا، موت شاله وقام بالظابط. أيوه إزاي تقول له هو يرد عليه إزاي؟ يقول له أمك، قال له أمك، أنت أمك أحسن من أمي. مشهد لا يمكن لا ي... بص بص الظابط كمان بيضرب في الواد، شوف معانا إزاي بيتمرن إزاي. أهو ده مين اللي بيعمل الحكاية دي؟ مش بلطجي، هيقول لك بقى بلطجي، مش بلطجي اللي بيعمل كده، اللي عمل كده قدامك واللي كسر رقبة الولد شرطي من شرطة عبد الفتاح السيسي. حتى بس العالم يعرف هذه المشاهد اللي انت بتشوفها دي بتقول لك ان انت مش في دولة، انت في عصابة. لما نقول ان دي عصابة، هذا الضابط مجرم، ابن مجرم، ابن مجرم. ومش عايز اقول اكتر من كده، لان دي مش ضباط ولا اتعود يبقى ضابط، ده واحد قاتل جاي بياخد الرفاع الواد وقاموا ناطرينه. ليه؟ ليه يعني؟ والبتاع في ايده والشعب واقف والناس يا عيني عاملة احترام للشرطة، ما شرطة انما بص يعني شيء عجيب. بص الظابط ده بص، والواد البلطجي التاني بيضرب ده ضربه ازاي؟ وفكه منه، وبعدين خد ده بقى ثلاثة اثنين وظابط. بص 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 عمل في الواد ايه؟ لا قوة الا بالله، بس هو انتهى، هو كده بقى ذبيحة خلاص. بص ذبيحة ذبيحة، هذا كلام لا يمكن ان تكون دي دولة ولن تقوم لها دور. ودول اللي طالعين دول هم اللي يعني الضباط دول والامناء دول هم دم الولد ده في رقبتهم، يتجاب بقى بالقانون بالعافيه بالذوق. ما هو الناس مش هتسكت، ما هو انت بتقتل على الهواء، انت تقتل على الهواء مباشره. هيقول لك اصوات سيرته وحشه، مش كده، حتى لو سيرته وحشه ما تقتلوش كده، وما معهوش سلاح وما ضربكش والفيديو موجود. يعني افترض ان ده بلطجي بيعمل، تعمل انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ يعني هذه دي الدوله اللي انت بتتكلم عليها بقى، زي ابيض ويدفع فلوس ويقبض على الناس وموت الناس في الشارع
وصور وبعدين تعالى قابلني بقى لحد فتح بقه هيقول لك ده الواد عليه مش عارف ايه وكانوا بيقبضوا عليه ومن حق الشرطه تستخدم القوه. مفيش قوه ولا حاجه. ده انت كنت ممكن تثبته تقول له اقف سب. انما هو خناق واحد جاره امين شرطه بيكلمه يحصل ايه؟ بيتخانقوا عادي. اي امين شرطه هيعمل تكلمه هيقوم جايب لك بقيه الفرقه ويقتلك. بص ده اللي عند مدرسه باين واحد اهو ده ظابط تاني هتشوفه دلوقتي حالا. ده ظابط تاني بقى هتشوفه دلوقتي حالا. ظابط اتخانق مع واحد تاكسي بص ضربه بالمسدس ده ظابط برضه ده ظابط. اذا انت امام مرحله خطيره. مفيش امن في البلد يقول لك في امن. مفيش امن في البلد. ظابط بيضرب واحد بص بيضربه بالمسدس ازاي؟ بص بيعوره ازاي؟ يقول له انت غلطان. ده ظابط ده المفروض ظابط ده اللي بيحمي الامن يا جماعه. ماسك الراجل وبيضربه بالبتاع فانت امام بلطجه من كل الاتجاهات ومتصوره. وعلى عبد الفتاح السيسي وكل كلاب الداخليه والمخابرات وكل دول لازم يمشوا. لانه اذا الشعب انتفض يزعل بقى من يزعل ويغضب من يغضب. لانه انت في الحاله دي يقول لك انت عملت في يناير وضربت الشرطه. لا الشرطه قتلت الشعب عشرات المرات ولا تزال تقتله. فانتم هتبقوا هدف مشروع لاي بلطجي عادي مش انسان سائر ولا حاجه. اي واحد عادي مش بلطجي عادي هتلاقيك هتبقى هدف مشروع له طبيعي. لانك انت عملت كده. لانك انت بديت بالعدوان. قوه الضبط والحزم ليس معناها القتل. ونقلت هذه الفلسفه للسعوديه والسعوديه الان بتقتل وبتخطف. نفس الشيء. هذا هو المرار الطافح. انك تعيش في بلد او تكون في بلد ده المشهد الرئيسي بتاعها. ده بقى عبد الفتاح اللي هيطور مصر. وده اللي هيكبرها ولا حاجة. أنتم أسوأ من أسوأ صندوق زبالة مر على مصر في أسوأ منطقة. يعني الحقيقة والتاريخ بيقول كده. واحد بيتكلم معاك أبوك وأمك اديله بالبتاع موته وهات له اتنين ظباط أنت شرطة. شرطة على عيني لما تبقى محترم. لما تبقى الأدب ووقح وقاتل طبعا ولا حد هياخد حاجة. وبالتالي أهل الولد ده عليهم أن يبحثوا عن طريقة أخرى بعيد عن قانون إذا لم ينفذ القانون لكي يأخذوا حقهم. الناس هتفكر كده. ما الناس هتفكر كده. يعني الحروب الأهلية تيجي منين؟ والفوضى تيجي منين؟ ما أقدرش أخد حقي. هدور عليك هجيبك. وأنت اللي بتخلق الفوضى. أنت بتخلق الفوضى بتحرض على الجمهور بتاع الأهلي. بتطلع واحد بلطجي على الشاشة يشتم في كل الناس ليل نهار أبيض وأسود أخضر كله عاوز إيه تاني؟ فين الدولة اللي أنت عاوز تبنيها؟ أين الدولة؟ حد يقول لي فين الدولة دي؟ دي مش دولة دي عربخانة عربخانة فعلا. لما البني آدم اللي اسمه مرتضى منصور يطلع ليل نهار طايح ومعاه مدحت شلبي يطبل له ويعدي وكأنه مفيش قانون. لا اللجنة الأولمبية عاجباه ولا الاتحاد الإفريقي عاجباه ولا الأهلي عاجبه ولا الزمالك عاجبه ولا عاجبه أي حد خالص. ناس بتخوض في البلد كما لو كانت تملكها. هذه البلدة فيها اتنين عبد الفتاح ومرتضى. هذه البلدة فيها اتنين عبد الفتاح ومرتضى. ليل نهار نشوف مرتضى منصور بحلاوة لسانه وعفة أدائه وهو عمال يلحن ويدي دروس في الأخلاق كل يوم بيطلع لنا زي القرد يشتم في محمد أحمد. هولع لك في الاتحاد بتاع أحمد بتاع اتحاد الكورة الأفريقي كاف ويشتم في بتوع اللجنة الأولمبية وده إخوان وده أخوات وده مش عارف مع مرسي. يا بني آدم يا اللي ما بتفهمش. عبد الفتاح السيسي عدى التحية للرئيس مرسي. يا أخي عيب عليك افهم. يعني السيسي نفسه كان رقبته محنية قدام الرئيس مرسي. أنت نفسك ياما مدحت في الرئيس مرسي. ما تقلفش. ما تبقوش عصبجية كل ما تختلفوا أصل إخوان. هو مش إخوان ولا أخوات هو شعب. والشعب ده هينتقم. وعاوز أفكر مرتضى اللي طلع برضه وجاب اسمي وجاب اسم الزملاء محمد ناصر وزميل معتز مطر كالعاده الثلاثي اللي بيطلع بيقوم من النوم يا عيني يحلم بينا وهنجيبكم في شويله وهنجيبكم مش عارف ايه. اهو رجع برضه امبارح في المؤتمر الصحفي قال لك والناس اللي بره وناصر ومعتز وحمزه. ايه يا عم اهدى شويه عضلاتك شويه اهدى.